السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يا جماعة الخير مقطع في قمة الروعة، بالله عليكم ما تضيعوا. سودانية دخلت قست مع واحد، تعالوا شوفوا الوعي والتوحيد والحاجات الجميلة اللي هي بتتكلمها. تعالوا نجات، تفضل يا نجات. السلام عليكم. أنا بس عايزة أقول نصيحة للأخوات، خلاص يعني نحن من وين نعرف أنه الله ما يستجاب لنا؟ ربنا قال ادعوني أستجب لكم، وقال وين؟ قال في آيات الصيام، في عز افتغارك، عز ضعفك، عز الجسد هو يعني ظمآن. ربنا قال لك في لحظة أنك أنت خلاص يعني لا حول لك ولا قوة، في اللحظة دي أنت أطلب مني، يلا ربنا قال ادعوني. طيب من أوفى من الله ومن أصدق من الله؟ أنا إذا تعالى الله عن ذلك، إذا واحد بعرف زول صديقي أهلي أمي قالوا لي أبشري حاضر، أنا هل حاشك فيه؟ طيب إذا أنا قلت لك بكرة حيجي الصباح حدي تقول لي أنت كذابة؟ لا لا، الله قال ادعوني خلاص، أنت بس ادعي، أنت ما عندك شغل في الإجابة كيف، لأنه ربنا قال يا يدخير عليك يوم القيامة، أنت تتمنى أنه ولا دعوة ما استجابت لك، الحاجة اللي هتلقاها ربنا من الخيرات ومن الجنة والرفعة وكده، ولا الله يرفع بيها غضاء. لعلك انت هسي لو ما دعيتي يمكن ما تكوني كده، لو كان ما دعيتي يمكن تكوني يعني تحت الأرض. يلا الدعوة دي من وين انت تعرفي؟ هل انت على الغيب اطلعت على الغيب انه الله ده ما استجاب لك؟ مسي الظن بالله. ربنا قال انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انت ظنك بالله شنو؟ ما هيستجيب؟ طيب ما هيستجيب؟ ربنا قال يجيب دعوة المضطر إذا دعا، قال لك المضطر لو كافر، الكافر ده يعني شنو؟ يعني خلاص هو أول شيء ما مقتنع أصلا أنه في رب، والله بعد ده لمن هو رب العالمين لأنه هو رحمن يرحم الكافر والمؤمن هو الخلقه بعد ما يتركه هو في قمة زنقته. طيب كيف أنت يا مؤمنة؟ كيف أنت ساجدة؟ لكن هل نحن دعينا ونحن يعني ولا قال الدخيرة لا ولا قال شنو؟ يعني استجاب له. طيب انت من وين؟ يعني احنا دخلنا الغيب؟ يعني انت تشتغلي في شغل ربنا؟ الله قال لك ادعيني، انت ما عندك صلاح. الله قال لك ادعيني بس ادعيني، اياك نعبد واياك نستعين. طيب انت بتستعيني بالله في العباده، الاصلا هو الله خلقك عشانه. ما تستعيني به في الرزق اللي هو يتكفل ليكي؟ يلا يعني انت ادعي الله، انت يعني كلم الله بقلبك مش بجوارحك. كلمي الله من قلبك، خلي القلب يناجي الرب. سلام. يعني لعل الله دفع يعني عنك شيء، لو كان وراك اللوح تقول الحمد لله انه ما استجاب لي. واحد قال يا الله سياره ألح على الله، الله منعه لانه يعلم انه السياره دي لو جاته كان حصل له حادث مات، لكن اخر له لغايه ما هو يتعلم السواقه لغايه ما كده الدكتور